الشيخ ماضي اللي حكي خلص حتى ما نخلص بس هو دائما كذي اذا ما خلص تقصد انه يمرق الكتاب او ياخذ جزء كبير من الثواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغرب الساعة كم؟ 6:55. 6:50. وين كتابنا؟ يا أخي قربوا علينا هنا شوية. الشياب مو مشكلة، الشياب عند الجدار ما عنده مشكلة. لأن الشياب. أما الشباب لا. يا أخي الخير في كبرائهم. والشباب إيش بهم؟ الشباب ماذا بهم؟ فيهم خير. في كبرائهم. كبير العلم وكبير السن. إحنا كبار سن. الكبر العظماء. ليس بكبر السن، صحيح؟ بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ليس درجة واحدة، درجات. شيخنا سليمان البحيري يقول الاثنين يجمع كبراء العلم وكبراء السن. الحمد لله. سمعت واحد من كبراء السن يقول له اخرجوا على الحاكم؟ أيوة سمعت. وين؟ هنا. نعم. نبدأ يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره. نعم، أراد أن يبين في هذا الباب سجود السهو والتلاوة والشكر. عندنا أيضا سجود الصلاة، سجود الصلاة تقدم معنا،
يبقى معنا سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة وسجود السهو وسجود الشكر وسجود الصلاة، كل سجود لابد أن يقول فيه مرة واحدة سبحان ربي الأعلى وجوبا، ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن هذا اللفظ سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا لابد، ثم بما ورد. سجود السهو، سجود السهو يقسم العلماء أو يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة، نقص، شك. زيادة، نقص، شك. الزيادة سهوا خرج بهذا ما لو زاد عمدا الصلاة باطلة. الزيادة سهوا متى تيقن أنه قد زاد لابد يقطع هذه الزيادة ويجلس، يعني قام للخامسة الشيخ فهد وتيقن أنه في الخامسة لو زاد كلمة حرف واحد ركع الصلاة باطلة بعد التيقن، يجلس مباشرة إن كان تشهد في الرابعة الحمد لله إذن يسلم مباشرة، وإلا جلس تشهد ثم بعد هذا يصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. طيب، ويسجد السهو إما قبل أو بعد على ما سيأتي، مفهوم؟ تمام. أغلق الكتاب. هذه الزيادة. النقص، الآن ننظر في النقص، وهذا ثمرة حفظ الأركان والواجبات والسنن. فإذا كان النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن، لأن كل شيء جاء بعد الركن وقع في غير موضعه. مثاله الشيخ فهد يصلي الظهر وهو في الرابعة، في الركعة الرابعة تيقن أنه في الأولى لم يقرأ الفاتحة، إذن معنى هذا أن الخلل في الأولى، كل شيء وقع بعد الأولى لاغي، يعني صلى الثانية بالفاتحة والثالثة بالفاتحة والرابعة بالفاتحة لاغية، فيرجع إلى الأولى يقرأ الفاتحة يتمها كاملة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، يعني تقريبا بهذه الطريقة نقول قد صلى ثمانية ركعات، صحيح؟ لكن أربع ركعات أصبحت لاغية عندنا، ووقعت أربع ركعات صحيحة مرتبة، تمام. إذن إذا كان النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن. مثاله أمس ضربنا بالشيخ أحمد مثال أنه صلى بالناس وفي الركعة في التشهد الأول نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة. الشيخ أبو علي يصلي خلف الشيخ أحمد لكن ما يراه، عندما قام الشيخ أحمد إلى الثالثة هذا ماذا يصنع في التشهد؟ ثم قال الله أكبر، أين الإمام الآن؟ في الركوع. أبو علي وين الآن؟ في القيام يقرأ الفاتحة، تمام. متى يتنبه أبو علي؟ عندما هذا يقول الآن سمع الله لمن حمده. إذا أبو علي قال سمع الله لمن حمده معنى هذا أنه ترك ركن وهو الركوع، فصلاة أبو علي باطلة. لو تنبه أبو علي الآن هنا وعندما قال هذا سمع الله لمن حمده قال الله أكبر ركع ثم قال سمع الله لمن حمده وأدرك الإمام فالصلاة صحيحة، ترك للأركان، مفهوم؟ طيب، إذن إذا كان النقص للأركان الصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبعد الركن، والإمام لا يتحمل الأركان أصلا، لو كان الإمام يتحمل الأركان لا تصلي، هو يصلي كل شيء أصلا، صح؟ أي نعم. وإذا كان النقص للواجبات ننظر، إذا انتقل من مكان الواجب سقط عنه وعليه سجود سهو. مثاله انتقل من التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، إذا الصلاة صحيحة سهوا عمدا باطلا. وهو ساجد بدل أن يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم، ثم انتبه وهو ساجد ماذا يصنع؟ يقول سبحان ربي الأعلى. إذا انتقل من مكان الركن لا يرجع عليه، لم ينتقل يأتي به. طيب الثالث
الشك. عندنا قاعدة مهمة في الشكوك، ينقسم الشك في العبادات في الصلاة وفي غير الصلاة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان الشك 99%. مثال: الشيخ فهد ذهب وطاف 7 أشواط وصلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وعندما دنا من الصفا قال والله أشك 6 أو 7، لو رجع آثم لأنه انتهى الطواف. كبر، وعندما كبر قال متوضئ؟ قال له الشيطان متوضئ أو لا؟ قال نراجع. لو خرج من الصلاة آثم. توضأ وبعد ما خرج يمس، هل مسحت رأسي أم لا؟ لو رجع وأعاد الوضوء آثم. صلى الآن العصر وشك 99% أنه لم يقرأ الفاتحة في الرابعة، لو رجع عاد الصلاة آثم. كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا. تيقن 100% أنه صلى بغير وضوء يعيد هنا الصلاة. إذن العبادة، أي عبادة إذا انتهت لا يمكن الرجوع إليها بالشكوك، ما ترجع إليها باليقين. كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، مفهوم؟ ولو رجع فهو آثم، وهذا علاج لأهل الوساوس نسأل الله عليه وسلم، مفهوم؟ الثاني، القسم الأول أكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وعندها الشكوك تكثر، لو فتحنا باب ما ينتهي باب الشك معك. الثاني أن يكون الشك داخل العبادة، ننظر قليل الشكوك كثير الشكوك. الشيخ فهد يقول نادر ما أسجد للسهو، إذن هذا قليل أو كثير؟ قليل. قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، قال الشك هي 3 أو 4، ماذا ترجح لديه؟ قال 4، تجعلها 4 وتسجد السهو. قال ترجح لدي 3، تجعلها 3 وتأتي بالرابع وتسجد السهو. قال لم يترجح شيء، هنا يبني على الأقل. إذا متى يبني على الأقل؟ عندما لا يترجح لديه شيء. هذا قليل الشكوك. كثير الشكوك الشيخ حمد قال دائما أسجد السهو، نادر ما تأتي الصلاة ولا سجود سهو فيها. نقول أنت موسوس، دائما تجعل صلاتك بلا سهو. قال أشك سجدة أو سجدتين؟ نقول سجدتين. 3 أو 4؟ 4 دائما، وهذا علاج، مفهوم؟ مرة أخرى، أسباب سجود السهو 3: زيادة يقطع، نقص للأركان الصلاة باطلة حتى يأتي بالركوع ما بعد الركوع، واجب إذا انتقل عنه لا يعود إليه، لم ينتقل يأتي به. طيب، شك بعد انتهاء الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، داخل عبادة، قليل الشكوك يبني على ما ترجح، لم يترجح يبني على الأقل، على الأقل، كثير الشكوك لا يلتفت، مفهوم؟ نعم. وهناك رسالة للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في سجود السهو فلتراجع. نعم. يزعل علينا الآن، يزعل علينا، امشي. كل شك الآن ترك الركن في الركعة الأولى ألغى كل شيء بعد ترك الركن، كله لاغي. وضربنا عليه مثال أنه إلى الرابعة 4 ركعات ضاعت، ويعيد من المكان الذي ترك فيه الركن. نعم. لا، نعم، لأن أصبحت الآن الصلاة فيها خلل، فوقع كل شيء في غير الموضع. هذا اللي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه
كبر وهو جالس سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبع، وهذا لفظ البخاري. نعم. وفي رواية المسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. نعم، سجود السهو يكبر ويسجد، ثم يكبر ويجلس، ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر ويجلس، ولا تشهد، يسلم تسليمتين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال بقي شيء لم يذكره، ذو اليدين بقي شيء لم يذكره، نزه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو تعمد ترك ركعتين، نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لم يذكر هذا، مفهوم؟ نعم. قال لم أنسى ولم تقصر. هذا الكلام في صلب الصلاة، وقلنا الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة يصح. نعم. فقال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، اتفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا، أي نعم. نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وهي في رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. نعم، ليس الأقل، هذا الدليل أنه ليس على الأقل. نعم. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيبا للشيطان، رواه مسلم. نعم، هذا إذا كان قليل الشكوك، أما كثير الشكوك لا يلتفت إليه. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، اتفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. نعم، والكلام لأن هذا الكلام لمصلحة الصلاة. نعم، غير مبطل للصلاة. قال ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، وصححه ابن خزيمة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام نسجد بعد السلام، قبل السلام نسجد قبل السلام. وهناك من العلماء كابن سعدي رحمه الله الجميع يقول يصح أن يسجد قبل أو بعد. عندي سؤال، إذا سهى في سجود السهو ماذا عليه؟ إذا سهى في سجود السهو، مثال قلنا يسجد سجدة ويجلس سجدة ويجلس ثم يسلم، لو جلس وقال التحيات لله ثم تنبه فماذا يصنع هنا؟ إذا سهى في السهو
اجتمع يقول الكسائي وأبو يوسف بن رشيد. الكسائي عالم في النحو والقراءات صحيح، وأبو يوسف في الفقه. فقال الكسائي وهو عالم في النحو، قال: كل من أتقن فنا من الفنون يستطيع أن يفتي في بقية الفنون. يعني لو أتقن في علم النحو يستطيع أن يفتي في علم الفقه. غضب من؟ أبو يوسف لأنه فقيه. فقال: لا. قال: بلى. قال أبو يوسف: قال ما تقول في من سهى في السهو؟ قال: أقول أنه لا شيء عليه. قال: استدل من أين؟ طبعا يستدل من أين؟ من النحو، ولا بد. كيف يستدل من الفقه وليس بفقيه؟ قال: استدل على هذا من النحو. قال: المصغر لا يصغر. فاحتار مين؟ أبو يوسف. لا يمكن يتقن في علم الرياضيات يأتي يفتي في الفرائض؟ لا. مفهوم الشيخ؟ أي نعم. يتقن في علم النحو يفتي؟ لا، ما يمكن هذا. مفهوم؟ نعم. قال: لا، لا يفعل شيء. نعم، إذا سهى في السهو فلا شيء. صح، الإجابة صحيحة لكن الاستدلال خطأ. نعم. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك الطالب مشاغب والمدرس يعني يشرح في جواز دخول لم من علامة الفعل المضارع، دخول لم، والطالب مشاغب يتكلم في حصة الأستاذ، فقال له الأستاذ: قم. هل يصح دخول لم على الفعل الماضي؟ قال: نعم. قال: استدل. مفهوم؟ استدل من أين؟ من النحو. فقال الطالب على الفور: وجوزوا دخول لم على المضي كلم أتى ولم سعى ولم رضي. ركب البيت. احتار من؟ المدرس. ركب البيت الطالب. فاحتار المعلم. مفهوم؟ هاي نعم. طلبة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. نعم، ويعرف هذا بارتفاع اليدين عن الأرض، إذا ارتفعت اليدين لا يرجع. نعم، لكن لو ابتدأ القراءة وجلس بطلت الصلاة. نعم، كذلك عندنا إشكال في صلاة التراويح مثلا. الآن لو صلى ركعتين في الثانية سهى وقام إلى الثالثة، ماذا يصنع؟ هل يتم 4 ركعات أو يجلس؟ لو أتم يقول الثالثة بطلت الصلاة، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. فلو قام للثالثة وأتى بالثالثة والرابعة فالصلاة باطلة على قول، لأنه لم يثبت يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات متصلة. وقول أم المؤمنين عائشة: يصلي 4، أي يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين، لأنه صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا يفسر هذا. وبعضهم قال: لا يصح. الذي يقول يصح فالصلاة صحيحة، واللي يقول لا على دليل صلاة الليل مثنى مثنى إذن لا يصح. لكن ثبت عندنا في الوتر أن يصلي 3 بتشهد واحد متصلة، و5 بتشهد واحد يجلس في الخامسة، و3 يجلس في الثالثة، و7 يجلس في السابعة تسليم متصلة ثم يسلم، و9 ركعات يجلس في الثامنة يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسع يتشهد ويسلم. هذه الصفات التي ورد بها صلاة الوتر.
وسيأتي يبقى معنى الصفة، يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة. نعم، أو يصلي ركعتين ويوتر بواحدة أصبح الثلاث ركعات، أو يوتر بركعة واحدة. نعم، هذه الصفات التي وردت، الآن ما نعيدها إن شاء الله إذا وصلنا الوتر. نعم، قرأه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. نعم، وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. انتبه معي الآن، أنت تصلي مع الإمام وتركت ركن من أركان، فالصلاة باطلة حتى تأتي بهذا الركن. الإمام لا يتحمل أركان، لكن الشيخ فهد يصلي خلف الشيخ أحمد ونسي التشهد الأول، هذا بدل يقول التحيات لله في التشهد الأول سهى وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سهى، قال الله أكبر قام، ثم تيقن أنه لم يقرأ التشهد الأول، مفهوم؟ فماذا يصنع الآن؟ هو يصلي خلف الإمام، سقط عنه سجود السهو، إلا إذا كان مسبوق، إذا كان مسبوق وحصل السهو في القضاء يقول لا سهو عليه السهو. نعم، قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. وقلنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل السلام قبل السلام، وبعد بعد السلام، ومنهم من يقول يصح قبل وبعد، والذي عليه العمل الأئمة اليوم نجعل السهو دائما قبل السلام، لأن الناس يعني لا يعرف هذا إلا يكون قبل السلام حتى لا يقعوا في الخطأ. مسجد من المساجد عندنا في مصلى النساء، والإمام بعدما سلم كبر وسجد التكبيرة الأولى، سجد التكبيرة الثانية، جلس التكبيرة الثالثة، سجد التكبيرة الرابعة، جلس ثم التسليمتين، صح؟ خرج النساء من المسجد وقال: هذا من هذا الميت الذي صلينا عليه؟ أربع تكبيرات مثل صلاة الميت. نعم، قال رحمه الله: فصل. لكن هذا لا يعني أن لا نعلم الناس، فأقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: نعمل على هذا، سجد ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام نسجد قبل السلام، بعد السلام بعد السلام، ولا عبرة بعمل الناس، العبرة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم الناس السنة. نعم، ولو لم يسجد بعض الناس لسجود السهو فالصلاة صحيحة. نعم نعم، قال رحمه الله: فصل. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. سجود التلاوة، سجود التلاوة إما أن يكون سجود التلاوة في الصلاة أو في خارج الصلاة. في الصلاة إذا سجد الإمام سجدنا، في خارج الصلاة إذا أنا أستمع لقراءة فلان من الناس، استمع إليه وسجد هو كالإمام لي، يسجد فأسجد. طيب، وإذا كنت لا أنصت لقراءتي وسجد لا أسجد. نعم نعم، قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي سجود الله التلاوة وسجود الشكر لا يلزم فيه الطهارة ولا أخذ الزينة، وبخاصة المرأة الآن عندما تقرأ القرآن هي يعني كاشفة شعرها مثلا، ويأتيها آية سجدة تسجد. نعم، ولو كان يقرأ مثلا في سيارة أو كذا وما استطاع أن يسجد يوم إمام. نعم، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلاة ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. نعم، وعن خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل.
رواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف. نعم، السجود سجود التلاوة سنة، إن شاء سجد وإن شاء ترك. نعم، وعمر رضي الله عنه على المنبر قرأ آية سجدة ونزل وسجد، وفي الجمعة التالية قرأ ولم يسجد، وأراد أن يعلم الناس هذا. نعم، وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. نعم، وفيه: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا سجود الشكر. سجود الشكر متى يكون؟ عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. تجدد النعم أو اندفاع النقم، نعم الله لا تعد ولا تحصى. وكذلك كم صرف الله سبحانه وتعالى عنا من النقم، لكن سجود الشكر يكون عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. استيقظ اليوم وصلى الفجر وأصبح معافى ولله الحمد، هل يسجد؟ هذه نعمة، لكن هذه نعمة يعني ولله الحمد دائما. أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع بخبر قتل مسيلمة سجد لله شكرا. مفهوم؟ إذا السجود يكون عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، أما النعم التي تكون دائمة لا. نعم، وقال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. نعم، باب صلاة التطوع. نعم، عن ربيعة بن كعب. الآن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين صلاة التطوع. التطوع مهم جدا أن نفهم هذا. الله سبحانه وتعالى جعل العبادات تنقسم إلى قسمين: فرائض ونوافل، فريضة ونافلة. لماذا؟ لو قال قائل: لماذا كانت العبادات منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل؟ لماذا؟ ها الشيخ أحمد أوقف، الله يفتح عليك. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت عبد، عبد. نعم، وبهذه العبودية يحصل لك العز، تقول: آمنت، صدقت، سلم. تمام، هذا أول. الثاني، لأن الفرائض قد ألحقها نقص، ولهذا بعد الفرض تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صحيح، فإذا قضيتم مناسككم. نعم، طيب، فسبح بحمد ربك واستغفر في نهاية الحياة، لأن عمل الإنسان لابد يكون فيه نقص. تمام، سد النقص الحاصل في الفرائض، الله يفتح عليك. ثم زيادة الإيمان، أخذنا أن من معتقد أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلنا وياكم منهم أن الإيمان يزيد. يزيد بماذا؟ بأمور، منها الطاعات، فعل الطاعات، وتريد تزداد في الطاعات، صح؟ الله يفتح عليك. نعم، ثلاثة أشياء، وقد يزيد بعض الناس الرابعة. أجلس. طيب، إذن صلاة التطوع. نعم، قال عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. نعم، بات عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هذا الصحابي وقال: ما الذي أتى بك؟ قال: قلت لعلك انتابك شيء أو كذا فأكون في خدمتك.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، تمنى علي، اطلب. وبعض الناس يتمنى أن يكون هذا الكلام له من الحاكم، من السلطان، من الوزير. وتوكل على الحي الذي الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يقال والله أعلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قال له سل، قال أمهلني 3 أيام أنظر في أمري. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني نظرت أنا الدنيا متى عزائي، والآخرة يعني هي باقي لكنها درجات، وأسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ لا تريد غير هذا، يعني متأكد؟ قال: هو ذاك. قال: لك ذاك، لكن أعني حتى لا يترك العمل. وهذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يعلق الخلق بمن؟ بالخالق. إذن هذا الحديث فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله وتعليق الخلق بالخالق. ما قال عندي مثل بعض الناس سك غفران للجنة، لا يوجد. قال: لك ذاك، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. قال: تكثر من الصلاة، والصلاة فيها السجود، والسجود فيه أقرب ما يكون بين العبد وبينه وبين ربه، وادعو الله أن تنال هذه المنزلة. مفهوم؟ أي نعم. ونسمع بعض الناس يأتي لبعض العلماء وقال: يا الشيخ والله تعبان أدعو لي. قال: خلاص عندي. لا، تقول: أنا وأنت كلانا مفتقر إلى الله، وأنت تدعو لي وأنا أدعو لك، وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعوت لك ما يستجاب، لابد من التفتيش عن هذا المانع. مفهوم؟ أي نعم. قال: بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. ما يمكن أنه قال كثرة السجود يعني معناه يظل ساجد دائما، لا، يكثر من الصلاة، والصلاة فيها السجود، ويكثر من التعلق بالله والدعاء. نعم. إذن هذا النفل المطلق، نفل مطلق. نعم. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث أن يبين النفل المطلق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. نعم. ولمسلم لحظة هذه تسمى بماذا؟ سنن الرواتب. رواتب، ما معنى الرواتب؟ يعني مرتبة مع الفرائض، مرتبة مع الفرائض. كما قال الشيخ أحمد المحافظة، يقول هذا الرابع، أنا قلت لك 4، الرابع الذي يحافظ على الرواتب من باب أولى تجد محافظ على الفرائض، والذي لا يحافظ على الرواتب أصبحت الفرائض في خطر. مفهوم؟ أي نعم. انظر، أي إنسان لا يحافظ على السنن الرواتب هذا في خطر عظيم، لأن الفرائض أصبحت في خطر. مفهوم؟ مثال: إنسان ما يأتي الكبائر، لا، إنسان ما يأتي الصغائر، فهذا من باب أولى أنه لا يأتي الكبائر. طب إنسان يأتي الكبائر من باب أولى يأتي الصغائر. الشيخ فهد قال له: أحمد، اليوم غدا لدي شهادة زور في المحكمة. ففهد قال: لا ما يمكن. قال له حمد: ليش؟ يعني معصوم؟ قال: لا، هذا غير معصوم، لكن أنا أعرف أحمد، أحسبه كذلك، والله حسيبه، أنه لا يأتي الصغائر، كيف يأتي الكبائر؟ طيب، قال: معه فلان. قال: من؟ قال: فلان. قال: من؟ قال: يحلف بالنبي. قال: ايه، هذا يأتي بالشرك الأصغر من باب أولى يأتي بالكبائر. ممكن. مفهوم؟ لولا إذ سمعتموه، حصلت قصة الإفك، وتكلم بعض الناس في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم أرادوا من؟ أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أبو بكر
وأراد أم المؤمنين عائشة، لكن القصد الأول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر. تمام. هذا البيت من الأنصار، هذا الرجل قال لزوجته نحن نظن أن أم المؤمنين عائشة أفضل منا لا شك، صحيح أم لا؟ ونحن ننزه أنفسنا عن الوقيعة في هذا، صح؟ إذن عائشة أم المؤمنين باب أولى، ولو كانت وقعت فيه نحن وقعنا فيه من باب أولى، صح؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، صح؟ فهذا قال والله أنا أظن خير. الشيخ أحمد ما يمكن يشهد، مفهوم؟ فإذا لابد تحافظ على الرواتب، والمحافظة على الرواتب تؤدي لمحافظة فرائض. إذا أصبحت عندنا الأمور كم الشيخ أحمد؟ 4. هذه بالنسبة لصلاة التطوع. طيب، وهي سن الرواتب، وهي يا رجل أعطينا هي عدة لي لا أحد يتكلم. الله بدأ بالظهر، تمام. إيه نعم، ركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات ركعتين ركعتين، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. تميزت راتبة الفجر عن بقية الرواتب بأمور 5 الشيخ عيسى بإذن الله يذكرها، بسم الله. تميزت راتبة الفجر عن بقية الرواتب بأمور: 1 في الأجر وفي الفضل خير من الدنيا وما فيها، تمام. يعني قال لك نعطيك كل ما على وجه الأرض، ركعتي الفجر أفضل لا تضيعها، تمام. لا، كل السنة الراتب تقضى، كل السنة الراتب تقضى إذا كانت لعذر. تصلى لا تترك لا حضرا ولا سفرا، تخفف قراءة خاصة، قل يا الكافرون قل هو الله أحد، تمام. 5 الاضطجاع بعدها على شقه الأيمن إذا صلى في بيته وقام الليل، مفهوم؟ كم الآن عندنا؟ تعيد يلا. في الفضل والتخفيف، ولا تترك حضرا ولا سفرا، قراءة خاصة، في المسجد بدعة، في البيت ممن يقوم الليل. الله يفتح عليك. نعم. قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. يعني بعض الناس يرى التنفل هنا، لا تنفل لا نافلة هنا بعد الأذان إلا راتبة الفجر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. نعم. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، اتفق عليه. تقدم. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، بدأت الآن تظهر الأدلة على ما ذكر الشيخ عيسى. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم وفي رواية تطوعا. يعني هذه السنة الرواتب إما 10 أو 12. نعم. وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم تقضى، نعم تقضى إذا كانت لعذر، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناموا وصلى راتبة الفجر ثم الفجر. نعم. وللخمسة عنها رضي الله عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. هذه ليس لها علاقة بالسنة الرواتب، هذه لها علاقة بهذا الوقت. نعم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. قبل المغرب يعني قبل إقامة الصلاة وبعد الأذان، لقول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. نعم. وفي رواية ابن إذن الآن انتهى من السنة الرواتب ودخل في 4 ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب بعد الأذان وقبل الإقامة. نعم، يعني بين الأذان والإقامة للمغرب، وكذلك 4 قبل العصر بين الأذان والإقامة. نعم. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. نعم. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. بعد الغروب لا قبل الغروب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. وقد ذكرناه في 5 تخفيف دون الإخلال بالأركان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. نعم، بقي 1 الآن في الأمور 5 صحيح؟ أي نعم. عندي سؤال: ما السبب في تخصيص راتبة الفجر بهذه القراءة: قل يا الكافرون وقل هو الله أحد؟ الله أكبر. يقول يبدأ أول النهار بالتوحيد: قل يا الكافرون توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العباد، قل هو الله أحد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. يبدأ بالتوحيد ويبدأ الليل بالتوحيد ركعتي المغرب، وفي الوتر كذلك قيام الليل، وفي الطواف. نعم. فهو الآن كأنه يجدد هذا ليلا ونهارا، في أول الليل، في أول النهار. نعم، يحقق البراءة من الشرك وأهله. يبقى معنا الأمر 5. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. في بيته ممن يقوم الليل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. انتهى الآن وبدأ في صلاة نافلة أخرى. نعم. قال: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. تقدم معنا ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. نعم. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. نعم. إذن يقول النفل المطلق، في النفل المطلق الليل أفضل من النهار، أما المقيد لا. نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قراءة القرآن أفضل ذكر، لكن القراءة أدبار الصلوات الأذكار هنا، لأن هذه الأذكار موظفة بوقت، هنا في هذا الموضع هي أعلى من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل. إذن قلنا من حيث العموم صح، لكن من حيث الأذكار الموظفة وكذلك السنن المرتبة وقت أفضل من النفل المطلق. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. نعم. وقد ذكرنا هذا. وأقل ركعات الوتر كم؟ سبحان الله. نعم، 3 ركعات. هذا يسميه العلماء أقل الكمال، أقل الكمال 3 ركعات، أقل القليل لكن كامل، مفهوم؟ وأقل القليل يعني قليل ناقص،
ركعة، مفهوم؟ فلو سئلت أقل ركعة عدد ركعات الوتر تقول أقل الكمال 3 ركعات وأقل القليل ركعة، يعني قليل لكنه ناقص. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء، لا تقبل له شهادة، يعني فاسق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والوتر سنة مؤكدة، واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر في الحضر وفي السفر. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. نعم. نعم. وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، خرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. نعم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. نعم. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوتر، أفضل وقت لصلاة الوتر آخر الليل، هذا لمن غلب على ظنه أنه يصلي الوتر، وإلا يوتر أول الليل، يأخذ بالأحوط. نعم. صلاة التراويح تصلى جماعة في رمضان، تصلى جماعة في رمضان في المساجد. أما في غير رمضان، لو كان هذا عن غير اتفاق ولا عادة دائمة يصح، وقد ثبت أن بعض الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها نعم اختلفوا في أنها 13 على أقوال، منهم كما ذكر هنا أن معها راتبة الفجر، ومنهم من قال يفتتحها بركعتين خفيفتين هي صلاة سنة الوضوء، مفهوم؟ أي نعم، على قول. المهم أقول أقل الوتر كم؟ مرة أخرى، أقل الكمال 3 ركعات وأكثر وتر 11 ركعة. نعم. قال وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. تقدم معنا 3 ركعات وخمس وسبع وتسع، يجلس في 8 ولا يسلم، ثم يجلس في 9، 11 ركعة ركعتين ركعتين ركعتين، ثم ركعة. نعم. وعنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. يعني ثلث الليل الآخر. وأفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، ينام النصف ويقوم الثلث ثم ينام السدس. حمد، المسألة من كم؟ فيها نصف وثلث وسدس. سبحان الله، من 6 المسألة. الله أوقف، المسألة من 6، ينام النصف 3 ويقوم الثلث 2 وينام السدس 1، يعني يقسم الليل على 6 أقسام، يصلي العشاء ثم بعد هذا يقسم. تمام. هذا معناه
معناه أنه يعني نام النصف ثم الثلث، طبعا النصف أقل من النصف قطعا لأنه لديه مغرب وكذا، أقل من النصف والثلث، أقل من الثلث والسدس. هو في الغالب دخل عليها الثلث الليل الآخر، احنا نقسم الليل ثلاثة أقسام، دخل هذا والوتر وقع في ثلث الليل الآخر، تمام. لو قال قائل لماذا ينام النصف يقوم الثلث ينام السدس، لماذا لا ينام الثلثين ثم يقوم الثلث ويصل الفجر والحمد لله؟ من يعرف؟ نعم الشيخ عيسى. تمام، أقول هذا الذي ورد وأنت تعمل، وقال هذا أفضل القيام تطبق، الله يفتح عليك. ثانيا هذا فيه البعد عن الرياء ومدح الناس، يجيك الشيخ فهد صلاة الفجر الآن مستيقظ من النوم، فأبو علي ينظر إليه يقول سبحان الله الله يهديك، طالب علم وما تقوم إلا، قال الحمد لله ادعي لي، صح؟ أبعد عن الرياء، مفهوم؟ قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت حتى لا يمدح بما ليس فيه، تمام. الثاني البعد عن الرياء وهذا مهم. الثالث ما هو؟ أنشط لصلاة الفجر، يعني النوم هذا السدس أنشط لصلاة الفجر، مفهوم؟ قال الله يفتح عليك. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. يعني ما يمكن يوتر ثم يقوم الليل ثم يوتر، لكن يصح أن يوتر ثم وجد من نفسه نشاط يصلي نفل مطلق يصح، نعم. أما قيام الليل انتهى بالوتر، نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد ورد اليهود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. يعني اجعلها بتشهد واحد ليست كالمغرب، نعم. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخير قل هو الله أحد والمعوذتين، يصح على هذه أيضا، نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. نعم، نام عن الوتر بلا تفريط الشيخ فهد، ماذا يصنع؟ يقضي بعد طلوع الشمس، أن ترتفع الشمس عند الإشراق يقضي. إذا كان من عادة أن يصلي ثلاث ركعات يزيد ركعة ويجعلها أربع ركعات، من عادة يصلي ركعة يصلي يقضي ركعتين، نعم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. نعم، وإذا غلب على ظنه أنه يقوم يؤخر وإلا يصلي بالأحوط، نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتره قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. نعم، صلاة الضحى تبدأ بارتفاع الشمس يعني وقت الإشراق، وهو تقريبا في الساعة الآن لدينا من ظهور قرص الشمس إلى أن ترتفع مقدار
ربع ساعة لعشرين دقيقة. وقت الإشراق معروف عندنا في التقاويم الآن موجود ولله الحمد، إلى قبيل أذان الظهر تقريبا بعشرين دقيقة ربع ساعة، لأنه قلنا قبل الظهر وقت نهي. طيب يصلي الضحى ركعتين ركعتين، نعم. أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، الفصيل يعني ذي حرارة الشمس، وهذا عند اشتداد الحرارة تقريبا الساعة العاشرة الحادية عشر هكذا، نعم. قال وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. نعم. وله عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. إذن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. نعم، هذا أفضل وقت لها، نعم، قلنا عند اشتداد الحر. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. الجماعة الاجتماع، ومن الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على الافتراق، ولا بد نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وكل اجتماع تراه في الظاهر اجتماع، لكن على غير ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم فهذا والله افتراق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نجتمع على رب واحد، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، دين واحد، شريعة واحدة، قبلة واحدة، نجتمع خمس مرات، يجتمع أهل الأحياء في المساجد في خمس مرات، تجتمع المدينة على جمعة واحدة، هذا إن أمكن، ويجتمع الناس في عيد الأضحى وعيد الفطر، وتجتمع الأقاليم في الحج، اجتماع لا افتراق. ولا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. سيذكر هنا صلاة الجماعة والإمامة، من أحق الناس بالإمامة وحكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال البالغين القادرين. شيخ الإسلام يرى أن صلاة الجماعة على الرجال شرط لصحة الصلاة، وهو شيخ الإسلام. يعني لو صلى الشيخ فهد في بيته وهو قادر معافى ذكر بالغ قادر ليس لديه عذر، فالصلاة باطلة على رأي شيخ الإسلام. انتبه، قد تكون صلاتك باطلة على رأي إمام عند أهل السنة وهو شيخ الإسلام، فلا تعرض صلاتك للبطلان. وأقل ما يقال فيها إن لم نقل بأنها شرط أنها واجبة، لأدلة تأتي معنا، نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. لو قال لنا قائل أن هذا الحديث يدل أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، نقول خطأ، لأن العلماء رحمه الله تعالى لديهم قاعدة، وهي أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هل يعني هذا الحديث أن صيام رمضان ليس بواجب؟ لا قطعا، صح، ركن من أركان الإسلام، صح، أي نعم. حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هل يعني أن الحج ليس بفرض واجب؟ لا. إذن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، مفهوم؟ نعم. قال
قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا. نعم. وكذا البخاري عن أبي سعيد وقال درجة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مدمعتين حسنتين لشهد العشاء. اتفق عليه، واللفظ للبخاري. ولا يمكن أن يقال هذا في أمر مستحب. نعم، إحراق البيوت. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اتفق عليه. نعم، كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق ظاهر النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني لا يستطيع المجيء لكن لا يستطيع التخلف، لأنه يعد منافق، نسأل الله عليه السلام. نعم. وصلاة الخوف، إن كنا في الخوف نصلي جماعة من باب أولى في السلم، وقال الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى مع أنه لديه عذر، فغيره من باب أولى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. نعم. ما معنى تسمع النداء؟ يعني الشيخ فهد قال: أنا الحمد لله في بيتي ما أسمع أي نداء. نقول: لا، لو صعد إنسان على سطح المسجد وأذن تسمع، وقال هذا عندهم في حدود كم كيلومتر؟ من يعرف؟ في حدود من 5 إلى 7 كيلومتر يقول هذا. أنت تعرف أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، العباس في حنين، صاح حتى سمع من سمع. وأظن أيضا ثبت هذا عن سلم بن الأكوع كذلك، صيح حتى يسمع من وراء. فهم يعني. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم أخفاه. نعم، وهذا يرجح ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا صلاة يعني صحيحة، ولا صلاة يعني كاملة، على قول أن صلاة الجماعة واجبة. نعم. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الصلاة إذا أقيمت الجماعة لا يمكن يتخلف أحد، طالما دخل إلى المسجد ولو كان صلى يصلي مع الجماعة، والمقصود بالجماعة هي الجماعة الأولى. نعم. قال: رواه ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. أحوال المأموم مع الإمام يا عيسى كم؟
أربعة: موافقة ومفارقة ومسابقة ومتابعة، أيهما تختار؟ تعيد حتى تعرف. الأول موافق، يعني وافق الإمام، تمام. الثاني مفارقة، تمام، كما فارق ذاك الرجل رضي الله عنه معاذ رضي الله عن الصحابة أجمعين. الثالث مسابقة، والرابع متابعة. ونحن أمرنا بماذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر. إذا متابع، ولا بد يتابع الإمام. وأصلا هذا الذي يسابق الإمام بليد، لأنه يعلم يقينا أنه ينصرف قبل الإمام، مفهوم؟ نعم. المفارقة إذا كانت لعذر صحة الصلاة، وسيأتي، مفهوم؟ نعم. إذن أمرنا بالمتابعة والمفارقة إذا كانت لعذر، المسابقة عليها وعيد، ويبقى معنا الموافقة. في الأقوال يقول لا إشكال إلا في تكبيرة الإحرام وفي التسليمتين. الموافقة يعني إمام يقرأ فاتح أنت تقرأ فاتح، لا إشكال، مفهوم؟ إلا في تكبيرة الإحرام وفي التسليمتين. نعم، انتبه يا شيخ عيسى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، نعم، فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة وصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. نعم، صلاة النافلة أفضل في البيوت، وقد تقدم هذا معنا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا البيوت كالمقابر، لا يكون فيها شيء من العبادات. نعم، وكان متقرر عند الصحابة رضي الله عليهم هذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، أقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، وكان لديه عذر للمفارقة. وتحصل معنى المفارقة الآن أحيانا في من لم يصلي المغرب وأدرك الإمام في العشاء، فله أن يفارق. نعم، أو ينتظر حتى يسلم مع الإمام، سيأتي بإذن الله. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. والتخفيف يرجع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمرو بن سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. نعم. قال أكثركم قرآنا، يعني عندنا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هناك رجل أحفظ من آخر ولكن لديه لحن جلي، عندنا لحن جلي ولحن خفي، فيقدم من الذي ليس لديه لحن على الأكثر قرآن. أي نعم. طيب أقرأكم لكتاب الله. نعم، أقرأكم لكتاب الله. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لأن كان يمر عليه الركبان ويسمع القرآن ويحفظ. نعم. فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. يعني يصح إمامة الصغير إذا كان يميز.
وهذا فيه أن هذا العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به أقواما، مفهوم؟ فما تحسن هذا الذي يقومك الناس به، مفهوم؟ قيمة الإنسان بما يحسن. نعم. قال رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، يا أم القوم خبر. هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد يقول، يخبر عن أناس ويقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ لا، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لا يا أم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله. ما معنى هذا؟ اجتمعنا في مسجد ليس له إمام راتب أو في سفر، فإيش نصنع؟ العادة عندنا إيش نصنع؟ إيش خفاء؟ تفضل، صح؟ غداء هذا أو عشاء، هذه عبادة، مفهوم؟ تعلم أنك أحفظ القوم، إيش تصنع؟ تتقدم، استو، الله أكبر، تطيع من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الشيخ أحمد في بيته يعرف أنه أحفظ العائلة، لكن في بيته يوجد الأب، لكن في بيت الشيخ أحمد لو كان هناك الأب وكذا، إيش يصنع؟ يقيم الصلاة، استوى، الله أكبر، ما يكلم أحد. لماذا؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نصنع نحن هذه الأيام إلا من رحم الله. تفضل تفضل. وفي النهاية أم القوم من لا يحسن القراءة أصلا، صحيح؟ أي نعم. وبعض الشباب هدانا الله إياه يتعمد يتأخر حتى لا يدخل للمسجد. لماذا؟ لأنه يعرف أنه قد يتغيب الإمام وكذا، فيتأخر أو يأخذ ذات اليمين أو يصلي في الغرفة التي في الخارج مثلا، يتأخر عمدا. صح؟ صحيح كثير. وبعدين قال هذا إمام، أعوذ بالله، ما يعرف يصلي ولا يحسن قراءة الفاتحة. طب وأنت لماذا لا تتقدم يا أم القوم؟ إذن غرض النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لا يا أم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله، تعلم أقرأ القوم، تتقدم وتصلي، وحدث ولا حرج عن القصص التي تحدث وكذا. نعم، امشي. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. بالسنة، نعم. وقلنا العلم هو الذي يرفع. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم، كذلك الهجرة، والهجرة انقطعت بفتح مكة. نعم. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. نعم، سلما يعني إسلاما. نعم. وسنا، في القديم كان أئمة المساجد كبار في السن، وكان المسجد يعني له هيبة، والإمام يعني يحترم الناس وكذا. والآن يعني أصبحت بعض المساجد ليس فيها هذه الأمور. نعم، لا إشكال، قلنا قد يؤم الصغير، لكن هذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، لابد فيها من عمارة. قد تقدم معنا عمارة حسية وعمارة معنوية. نعم. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. نعم. عندنا إذن عرفي، يعني الشيخ أحمد أسأل الله يوسع علينا وعليهم يا رب، فاتحين الديوانية 24 ساعة، وهذا أمر معروف، يدخل الشيخ فهد ويجلس يصب القهوة ويأكل من الشوكولاتة وما شاء الله. لماذا؟ قال هذا إذن، مفهوم؟ أي نعم. لكن الشيخ أبو علي مغلق الأبواب وكذا، يجي هذا يكسر الباب ويدخل، لا، ما يمكن، مفهوم؟ نعم. في سلطانه، فإذا جئنا لبيت الشيخ أحمد ما يتقدم عليه أحد، مفهوم؟ نعم. وكذلك السلطان لا يتقدم عليه أحد، إمام المسجد لا يتقدم عليه أحد إلا إذا تأخر عرفا ونعلم أنه لا يأتي. كان واحد
أو استأذن. نعم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده وارن. عندنا قاعدة وترتاح، ما هي قاعدة في الإمامة حتى ترتاح من إشكالات كثيرة؟ كل من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يمنع مانع. ها شيخ عيسى تعيد: كل من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يمنع. تمام. هل تصح صلاة الصبي المميز؟ تصح إمامته؟ نعم. آكل الربا تصح صلاته؟ تصح إمامته؟ أيهما أفضل أولى؟ هذا أمر آخر، مفهوم؟ مسبل تصح صلاته لو صلى على حدة منفردا؟ تصح إمامته؟ صحيح. تمام، امشي معي. هل تصح صلاة الساحر؟ لا، ما حتكلم. لا، إمامته من باب أولى. هل تصح صلاة من يطوف بالقبور ويذبح لها وينذر لها؟ إمامته لا تصح من باب أولى. تمام. هل تصح صلاة المرأة صلت منفردة؟ واحدة واحدة معي. هل تصح صلاة المرأة منفردة؟ إذن إمامتها قل تصح بالنساء، لأنه قال ما لم يمنع، هنا منع مانع. عندما تؤم الرجال يمنع مانع، تؤم النساء لا يمنع مانع، مفهوم؟ إذن تعيد القاعدة: كل من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يمنع مانع. منع مانع ما يمكن، المرأة تؤم الرجل، صح؟ الرجل يؤم المرأة. نعم. طيب، قال قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم. الآن انتهى من الـ من الـ الإمام، بدأ في الصفوف. الصفوف المنكب بالمنكب، صحيح، والقدم بالقدم، نتقارب تقارب، يتوسط الإمام، نكمل الصف الأول ولا نكمل اليمين أكثر من اليسار، الصف قريب من الصف، يتقدم الرجال يتأخر النساء، فهم؟ كله تراص بالصفوف، لا يتقدم أحد على الإمام إلا عند الضرورة. عند الضرورة على رأي شيخ الإسلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، عند الضرورة تقدم، عند غير الضرورة لا. إذا كان واحد يقف عن يمينه بحذائه، لكن إذا كان أكثر من واحد يكون خلف الإمام. أما المرأة إذا أمت النساء تقف في وسط النساء في الصف الأول، مفهوم؟ ها، كل هذا تراسل الصفوف. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. نعم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. نعم، إذا تقدم الرجال تأخر النساء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. يعني يقف عن يمينه لا عن يساره، لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، هذا دل لو صلى عن يساره فالصلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه ولفظ البخاري. نعم. إذن الإمام ثم الرجال ثم النساء ولو كانت مرأة واحدة. يبقى معنا مسألة صلاة المنفرد خلف الصف،
لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، إن شاء الله نذكرها بعد صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.